للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد عمر. في البداية، الخارجية الأمريكية والبريطانية شددا في بيانات لهما على محاسبة الحوثيين ومواصلة استمرار الهجوم جراء استهداف سفينة في البحر الأحمر. هل هناك رؤية واضحة لتلك الهجمات والصراع الدائر في منطقة البحر الأحمر؟ صباح الخير، تحياتي لكم. الحقيقة أن الاشتباكات في البحر الأحمر اندلعت يعني بسبب واحد، وهو حصار غزة وقصف غزة والعدوان على غزة، وهذا ما تم إعلانه يعني عبر البيانات اليمنية الواضحة والتي لا تزال يعني تصر على هذه الفقرات المرتبطة بالحصار على قطاع غزة. طبعا وبشكل موضوعي، حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن استهداف أي سفينة لا ترتبط يعني بالموانئ الإسرائيلية، وبالتالي هذه مسألة واضحة بالنسبة لعمليات الاستهداف، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اللتان يعني تتبنيان موقفا واضحا في دعم الكيان الإسرائيلي وتعزيز أمن إسرائيل، هما اللذان يعني دخلا إلى هذه المنطقة ودخلا في مرحلة الاشتباك. الآن طبعا هناك ما يمكن أن نسميه مرحلة الاحتدام، هناك تطورات وهناك تصعيد، وبالتالي من المفترض طبعا يعني حتى تنتهي هذه المشكلة القائمة في البحر الأحمر أن يتم رفع الحصار عن قطاع غزة، وهذا ما تنادي به يعني كل الدول، يعني سواء التي تناصر الكيان الإسرائيلي أو التي تعاديه، وبالتالي هذا هو العنوان الأساسي الآن الذي يمكن الدخول من خلاله لحل هذه المشكلة في البحر الأحمر. طبعا المشكلة في البحر الأحمر ليست منفصلة عما يحصل في غزة. نعم. على هذا الأساس بتقديري، على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بشكل أساسي كونهما المشتبكان الأساسيان الآن مع القوات المسلحة اليمنية، الدخول يعني في تسوية ترتبط يعني بوقف إطلاق النار في غزة، فك الحصار، إدخال المواد الغذائية والأدوية وما إلى ذلك. عندها بالتأكيد ستنتهي حالة الاشتباك القائمة في البحر الأحمر. في هذه النقطة سيد عمر، صرح المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن أن تلك الهجمات مربوطة بالضغط على وقف الحرب في قطاع غزة. هل ذلك يعني أن توقف الحرب في قطاع غزة أو ربما التوصل لتهدئة سيؤدي إلى وقف الصراع الدائر في منطقة البحر الأحمر، أم أن هناك أهداف أخرى للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية من تلك الهجمات على جماعة الحوثي؟ هلا طبعا التصعيد أخذ منحى مختلف، يعني الولايات المتحدة وبريطانيا الآن يعتبران أن هناك مسا بهيبة البحرية الأمريكية والبريطانية، وبالتالي هناك إشكالية يعني تحاول الولايات المتحدة وبريطانيا حلها عبر يعني عمليات الاستهداف المضادة للقوات المسلحة اليمنية. لكن بتقديري يعني عندما تنتهي مشكلة غزة، عندما ينتهي الحصار، عندما يتوقف إطلاق النار، هناك التزام يمني أقله يعني التزام علني بوقف هذه العمليات. إذن المسألة كما قلت يعني في المداخلة الأولى، هناك عنوان أساسي، وقف إطلاق النار، رفع الحصار عن قطاع غزة، تتوقف يعني كل الاشتباكات. بالمناسبة يعني هذه الوضعية قائمة في لبنان أيضا، يعني من هنا تبدو جبهة لبنان وجبهة اليمن إن صح التعبير هي جبهات مساندة مرتبطة بشكل عضوي وكامل بالوضع في قطاع غزة. يعني البارحة كنا أمام تطور، يعني في الحقيقة الناطق باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع قال بشكل واضح أنه على السفن التي تصاب بالضربة الأولى يعني أن تغير مسارها وتستجيب لتوجيهات البحرية اليمنية. هذا يعني أن الضربة الأولى هي ضربة غير مؤذية، يعني يمكن أن يكون استخدم فيها أسلحة ذات رؤوس متفجرة منخفضة، وبالتالي الهدف هو
منع وصول هذه السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة، إلى الموانئ الإسرائيلية، وليس إغراق هذه السفن. أيضا هناك يعني حالة يعني حصلت منذ يومين، وهي الاشتباك مع مدمرتين أمريكيتين، وهذا تطور كبير، يعني يمكن أن يأخذ الأمور نحو الاتساع، وفيه الكثير من المخاطر على التجارة الدولية، على الملاحة الدولية التي نشهد حتى اللحظة انضباطا واسعا من قبل اليمنيين في عدم استهداف السفن بشكل عشوائي. يعني السفن تستهدف بشكل انتقائي استنادا إلى سجلات ومسارات رحلة كل سفينة ووجهة كل سفينة، وبالتالي مفترض يعني طبعا الكرة بتقديري بملعب الولايات المتحدة الأمريكية القادرة على ضبط الكيان الإسرائيلي ودفعه باتجاه وقف هذا العدوان المتوحش الكبير على قطاع غزة، وغير ذلك يعني بتقديري ستستمر الاشتباكات وسنكون أمام تصعيد لا تحمد عقباه. وما رد الفعل الأمريكي برأيك سيد عمر جراء استهداف سفينة تروك كونفيدنس في البحر الأحمر، والتي راح ضحيتها أو سقط 3 من طاقم السفينة؟ هل سيكون هناك رد فعل أمريكي من وجهة نظرك، أم كما تحدثت ستتخذ أمريكا قرارا ربما للضغط على إسرائيل؟ لا، حتى اللحظة لا يوجد يعني قرار فعلي بالضغط على الكيان الإسرائيلي بمسألة يعني وقف إطلاق النار وفك الحصار عن قطاع غزة، وهو جهد يعني تقوم به الكثير من الدول. لا يوجد مؤشرات حتى اللحظة يعني حتى بمسألة يعني حصول هدنة، يعني هدنة طويلة إلى حد ما وتبادل أسرى، وبالتالي هنا المشكلة. الولايات المتحدة الأمريكية تقوم طبعا يعني بدعم الكيان الإسرائيلي عسكريا، تصرح يعني على المستوى الدبلوماسي بما يتناقض يعني مع الدعم العسكري لا محدود، وهذا أمر يعني في الحقيقة هو أساس المشكلة. في اليمن طبعا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بقصف الكثير من المواقع المخلاة يعني في الحقيقة، والتي لا تؤثر في قدرة الجيش اليمني على إطلاق الصواريخ، لأن هناك نمط يعني استخدم في اليمن مختلف تماما عن نمط الجيوش الكلاسيكية، وبالتالي هناك صعوبة يعني في استهداف هذه الأسلحة، والدليل أن يعني وتيرة إطلاق النار نحو السفن المستهدفة هي في ازدياد وليس في نقصان. على العموم المسألة الآن بتقديري لدى الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا الجميع يرغب الآن بتوقف هذه الحرب المجنونة والمتوحشة، لأنه الوضعية الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مستوى غير مسبوق. على هذا الأساس أنا بتقديري الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحمل المسؤولية الأساسية كونها القادر الوحيد على ضبط الكيان الإسرائيلي ودفعه باتجاه وقف لإطلاق النار. نعم، يعني كما وصفتها الحرب المجنونة، نتمنى أن تنتهي. سيد عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.